يتواصل العمل من قبل كوادر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بابل بقطع وتجهيز الوكلاء بمواد السلة الغذائية الثالثة لتصل من خلالهم إلى المواطنين بانسيابية عالية، لا سيما بعد الانتهاء من تجهيزهم بالسلة الغذائية الثانية لتصل نسبة التوزيع إلى أكثر من 70%. بعد الانتهاء من تجهيز مفردات السلة الغذائية للوجبة الثانية، باشرت ملكات شركتنا واعتبارا من يوم 14/11 بالقطع لتجهيز مفردات السلة الغذائية الحصة الثالثة، وصول المواد تباعا إلى مخازن شركتنا وبانسيابية عالية ولله الحمد. الآن بدأنا باستلام المواد، استلمنا مادة الزيت، استلمنا مادة المعجون، ممكن اليوم أو باكر توصل مادة السكر. العمل جاري بانسيابية، الوكلاء يعني بدأنا بالقطع لهم، ما عندنا أي مشكلة. احنا وإن شاء الله بالأيام القليلة المقبلة راح نباشر بتجهيز الوكلاء للسلة الغذائية الثالثة. السلة الثالثة على الأبواب من خلال مباشرة وحدة الحاسبة الألكترونية بقطع وتجهيز متغيرات الوكلاء لتجهيزهم بالمواد، وكذلك التهيئة والاستعداد لاستلام المواد الغذائية للسلة الثالثة. استعدادا إلى التوجيهات الواردة أن من مركز عام الشركة، وبعد استلام متغيرات المركز التمويني لهذا الشهر، باشرت وحدتنا وحدة الحاسبة الإلكترونية فرع بابل بقطع متغيرات الوكلاء لتجهيزهم بمفردات السلة الغذائية للوجبة الثالثة، وندعوهم إن شاء الله للاستلام المواد. باشرنا بالاستعداد وتهيئة المخازن من في استلام مواد السلة الغذائية للحصة الثالثة اللي ممثلة في السكر والزيت والفاصوليا والمعجون والرز، وسنباشر في توزيع إن شاء الله. التعاون والتنسيق المشترك بين كوادر الشركة العامة والوكلاء والمجهزين دليل واضح على أن الجميع يسعى لتقديم المواد الغذائية للمواطنين. من باب العلاء الجراح، العراقية الإخبارية.